اهلا ومرحبا بكم من جديد. النهارده باذن الله هنستكمل الجزء الرابع من سلسله اهم الامراض اللي بتصيب الحمام، وهنتكلم عن الامراض الفيروسيه، اهمها البراميكزو او الروشه او النيوكاسل او النوشه. واحنا عاملين له فيديو سابع على القناه، وبناء على رغباتكم انا هعيد الفيديو بس بشكل سريع وبشكل مختصر. ان شاء الله البراميكزو ده مرض فيروسي بيصيب الحمام. الحمام بيبقى اكثر مقاومه ليه، لكن لو توفرت الظروف المناسبه للاصابه تحت اجهاد الطيور او انخفاض مناعه الطيور او حدوث اصابه مباشره نتيجه العدوى بتحدث الاصابه. المدخل الرئيسي للفيروس عن طريق الجهاز التنفسي، لكن لما بيحصل اصابه بصوره تعرض الطيور للفيروس بصوره كبيره ممكن يخش عن طريق الجهاز الهضمي او ينتقل للجهاز الهضمي ومنه للاثنى عشر، ثم بعد ذلك يبدا ينتشر للجسم كله ويخش الدم ويبدا ياثر المخ وتظهر الاعراض العصبيه. الاسهال بتاع اعراض من اعراض النيوكاسل بيبقى اسهال مائي شفاف يتخلله خيوط ذاتيه او الزرق بشكل خيوط ذاتيه او بيميل بيبقى لونه اصفر ليموني ويفضل كده لحد ما الطائر ينفخ. طبعا الفيروس ده ضعيف جدا بيتاثر باشعه الشمس، وجود اشعه الشمس في المكان كافيه ان هي تقضي على الفيروس ده حتى لو موجود في الزرق. طبعا الفيروس زي ما قلنا بيصيب الجهاز التنفسي وبيصيب الجهاز المعوي، بيصيب الاثنى عشر من خلاله ينتقل الامعاء وينتقل لجسم كامل جسم الطائر وبينتقل الدم يصيب الجهاز العصبي ويصيب المخ وتبدا تظهر الاعراض العصبيه المميزه للروشه، ان الطائر بيلف رقبته بيلف جسمه. طرق نقل العدوى او نقل الاصابه بالفيروس اما عن طريق الهواء اما عن طريق الاتربه الملوثه اما عن طريق الطيور النافقه او عن طريق الحيوانات زي الكلاب او القطط اللي بتتغذى على احشاء الطيور المصابه، اما عن طريق استخدام العلايق اللي بتعتمد على او فيها مصادر البروتين مصادر حيوانيه سواء مسحوق السمك او منتجات او بعض منتجات اللحوم او مخلفات اللحوم. من ضمن برضو الحاجات اللي بتنقل الاصابه الطيور البريه والعصافير والفئران، لان بتبقى والفئران ومخلفات الفئران، فلازم تحافظ على القطيع بتاعك او على الطيور بتاعتك. طبعا تنتقل العدوى عن طريق الانسان من الناس اللي هي بتتردد على المزارع او التجار او الناس اللي مربيه تربيه منزليه وعندها طيور مصابه، طريق الطيور المذبوحه او المتداوله في الاسواق، لانه كمان بيعيش تحت جلد الطيور المذبوحه ديت في الثلاجه ودرجه حراره الثلاجه لمده تصل لثلاث شهور، فممكن تكون دي وسيله للنقل. ممكن ينتقل عن طريق الطيور المذبوحه او المجمده من بلد الى اخرى عن طريق الشحنات فديات او الطرود فديات، الناس برضو تبقى عليها تاخد بالها منها. هو الفيروس كمان زي ما قلنا الى جانب ان هو بيهاجم الجهاز التنفسي او بيهاجم الامعاء والاثنى عشر والامعاء او بيهاجم الجهاز العصبي، هو كمان بيهاجم المبيض بتاع الطيور وبيعمل ضمور في البويضات او في الحويصلات بتاعت البويضات الموجوده في المبيض، وبالتالي بيقلل من الانتاج. هو ما بيتنقلش عن طريق العدوى الرئيسيه عن طريق البيضه، لكن ممكن لو البيض ملوث بالزرع بتاع الطيور الفضلات دي او الزرع البيضه تنقل الاصابه، انما ما بيتنقلش جوه البيضه عن طريق العدوى الرئيسيه. الاعراض التنفسيه بتتشابه مع الامراض الاخرى تمام، وسرعان ما بتخش من الاعراض التنفسيه بتخش على اعراض عصبيه. بيصحبه خمول في الطيور، انخفاض في الاقبال على الاكل، ما بيبقاش فيه اقبال على الاكل، يعني نسبه الاكل بينخفض بنسبه النص تقريبا، يبدا الطيور ينتفش ريش ويحصل له خمول وتبدا تتجمع في اركان المكان اللي انت بتربي فيه، ويبدا يظهر الاسهال الاخضر المائي المميز لمرض البراميكسو او النيوكاسل. الاعراض التشريحيه المميزه للمرض وجود بقع نزيفيه على المعده الغديه وقد تمتد الى داخل القوناصه، وجود التهابات في القصبه الهوائيه وافرازات مخاطيه في القصبه الهوائيه، وجود التهابات في بالذات في الاثنى عشر والامعاء، احتقان الاجهزه الداخليه في الجسم خاصه الكلى والكبد والطحال، تضخم الاكياس الهوائيه، وبعد انتهاء العدوى بيبدا يظهر امراض تنفسيه مزمنه زي مرض السي ار دي او المرض التنفسي المزمن. ازاي ان انا ابدا احس بالمرض ان هو دخل المكان؟ اول حاجه بيبدا يحدث انخفاض تدريجي في العليه، قبل اي حاجه تلاقي استهلاك العليه بيبدا يقل، خمول في الطيور بتتجمع في مكان بتبعد عن المكان، قد يصل انخفاض العلاية إلى النصف، بعد كده يصل الامتناع عن الأكل، بعد كده يبدأ يظهر الأعراض التنفسية،
في خلال الاسبوع يبدا يظهر يعني الاعراض التنفسيه. فتره حضانه المرض معاك ممكن تكون اسبوعين، بعد كده يبدا يظهر اللسان الاخضر المائي ويبدا يظهر الاعراض العصبيه. طبعا الوقايه من المرض ده اول حاجه عشان تبقى الطيور بتاعت مقاومه للمرض وتتحمل المرض وتتحمل الاصابه او تكون مقاومه للفيروس ده لازم تكون مناعتها عاليه، تكون مفيش اي اجهاد بتتعرض له الطيور بالذات في فترات اختلاف الفصول. التحصين، الطيور عندك تكون متحصنه بتحصين البراميكزو، الطيور عندك تكون بتتغذى تغذيه متوازنه تغذيه جيده، في دايما اضافات، في دايما اهتمام بالفيتامينات، في دايما اهتمام بالاملاح المعدنيه، في دايما اهتمام بالاحماض الاضافه الاحماض العضويه او المطهرات لميه الشرب، في دايما عند حضرتك اهتمام بالتهويه، اهتمام بحضرتك التحكم ان انت ما يخشش المكان فئران او قوارض او حشرات زي الذباب او حشرات متطفره للحمام زي امن الحمام وذباب الحمام والفاش. في دايما تحكم ان ما يخشش الطيور الغريبه او الطيور المهاجر او العصافير للمكان، يعني بمعنى اصح الاهتمام بعوامل الامان الحيوي للمكان اللي حضرتك بتربي فيه القطيع. وفي هنا فيديو بتكلم فيه عن الامان الحيوي واشتراطات الامان الحيوي اللي ممكن تطبق في المكان او اللي انت بتربي فيه الطيور قدر استطاعتك بحيث ان انت تحافظ على طيورك دي سليمه. الطيور، استخدام طيور للمكان ممكن تكون في بدايه الاصابه بالمرض، برضو دي تراعي تحافظ عليها. قبل ما نتكلم في التحصين، طبعا في الحاله التحصين ده بيتم في الحاله ان الطيور سليمه وخاليه من المرض، تمام. انا هتكلم دلوقتي انت خلاص المرض دخل عندك في المكان، طيب او بدا ظهور المرض، لو بدا ظهور المرض في المكان او بدات بدايه الاعراض ان بدا الاول انخفاض تدريجي في العاليه او بدا امتناع عن الاكل وبدا الطيور تتجمع في مكان واحد ويحصل خمول ويبدا يظهر اعراض تنفسيه ويبدا يظهر اللسان الاخضر المميز للمرض، وقبل ما تخش في الاعراض العصبيه لو انت بدات تميز المرض في بدايته حضرتك استعملت الاحماض العضويه، استعملت اليود في ميه الشرب، ده هيحد من المرض وهيحد من انتشار المرض وهيخلي الطيور اكثر مقاومه للمرض. استعملت رافع المناعه، عندك الاعشاب زي الزعتر، استعملت الجنزبيل، استعملت رافع المناعه زي حبه البركه والعسل والجينسنج، ممكن تجيبه في صوره مستعمل مستحضر بشري زي الاميولنت. بدات تهتم بالمكان وبدات ان انت تستعمل اليود، بتجيب مثلا بخاخه حسب مساحه المكان وحجم الطيور اللي عندك وبتحط 10 سنتي بتدين او بتزود تركيز اليود فيها على اللتر ميه وتبدا ترش في جو المكان وترش على الطيور المصابه مع النظافه والتطهير واستعمال مطهرات. الفيروس ضعيف جدا بيتاثر باشعه الشمس، المكان بتخلله اشعه الشمس هتحد من انتشار الفيروس. لو المكان حضرتك دايما بتطهر باليود في الفتره ديت او بتستعمل المطهرات في ميه الشرب هتحد من انتشار الفيروس، بل بالعكس ممكن الفيروس يمر مرور الكرام في القطيع عندك. يبقى انت لازم تجهز حمامك يكون كويس، مكان كويس، الاهتمام بالفيتامينات بالتهديب بالاضافات، انت طيورك ان شاء الله مش هيجي لها اصابه. طب لو لا قدر الله حصل ظهور الاعراض العصبيه والاصابه بدات تنتشر في القطيع عندك ازاي تحد منها؟ في طريقتين، اول حاجه ان حضرتك بتستعمل رفع مناعه واحماض في ميه الشرب زي الليمون لمده اسبوع، ممكن بيتبادل معاه حمض زي حمض الخليك او حمض الفورميك في ميه الشرب، انت ممكن تستعمل كبريتات النحاس مع حمض الخليك في ميه الشرب، ممكن حضرتك تبدا تستعمل البتادين بترش بيه جوه المكان وترش على الطيور وترش في العيون. ابدا حضرتك تعزل الاول قبل اي حاجه الافراد اللي هي ظهر في الاصابه بشكل كبير لانها بتفرز الفيروس مع الزرع في مكان يكون فيه شمس او مشمس بحيث ان الشمس بتقضي على الفيروس في الزرع او بتحد من انتشاره. تبدا تتعامل معاها بشكل مباشر ان حضرتك بتبدا ان انت تضيف البتادين في ميه الشرب او اليود في ميه الشرب والجرعات الموصى بها. الزعتر بيقضي على الفيروس، الليمون، الاحماض العضويه. ما تكلفش نفسك وتروح تجيب زوفوراكس والحاجات ديت، ما انا مفعولها مش قوي مع الفيروس زي الاضافات اللي انا بقول لحضرتك عليها.
انت خلاص عزلت، طهرت، حافظت على قطيعك. الافراد الضعيفه قوي اللي ممكن يبدا يظهر عليها اعراض تنفسيه، هتبدا تتعامل مع البكتيريا المصاحبه للفيروس، بيجي مع بكتيريا مصاحبه للفيروس تبدا تعمل معاك اعراض تنفسيه، يبدا الفيروس لو زاد كثافته او زاد قوته او حدته هيبدا يتخلل من جدار الامعاء، يخش للدم، يبدا يوصل للجهاز العصبي، يوصل للمخ، ويبدا يعمل الاعراض العصبيه معاك. انت في غنى عن الكلام ده كله. لو حصل ظهر في اعراض عصبيه في الحمام، هتدي طبعا اسبوسيد. الاسبوسيد ده هيعمل سيوله في الدم، مش هيعمل لزوجه في الدم. هتبدا تشيل، تنتف ريش الديل بتاع الحمام، الافراد اللي هي تعبانه قوي تبدا تنتف ريش الديل بتاعها، وتبدا تنتف 5 ريشات من الجناح، من كل جناح، وتنتف ريش الديل، هيبدا يجدد الريش ويجدد الدم، وتدي الاسبوسيد بمعدل قرص على لتر ميه، وما تزودش عن 5 ايام. طبعا لو في اسهالات تبدا تعوض الاسهالات دي بمحلول معالجه الجفاف، دايما رافع مناف ماء الشرب. الفيروس يعني هيلاقي القوي والقطيع بتاعك قوي، مش هيقدر ان هو يتمكن منه، بل بالعكس هيصبح الطول عندك بعد مرور فتره الحضانه بتاع الفيروس، هيصبح الطول اللي عندك يعني اقوى، وعندها قدره تحمل اكتر، وعندها مناعه اكبر ليها وللاجيال اللي هتنتج منها ان شاء الله. تمام. افتكر ان الفيروس ده ضرب مزرعه من المزارع، ممكن يكون خد فرد ولا حاجه، يعني قبل ما الراجل يتكلم معاه، يمكن الحمد لله ما ماتش عنده حاجه. في مزرعه تانية لو انت بتربي تربيه كبيره، في مزرعه تانية انضربت بالفيروس ده، برامكزو ضرب المزرعه ديت. طيب انت في الحاله ديت ومش قادر تسيطر على المرض، والمرض بدأ يظهر مثلا أعراض عصبية وبدأ يظهر نافع ومتسدد السيطرة، يبقى في الحالة ديت أنت ممكن تبدأ تستعمل تحصين الأسود مباشرة بالرش، أسرع حاجة بالرش. في الحالة ديت في خلال 24 ساعة هيحصل إن الأفراد الضعيفة هتنفق منك وتنتهي مباشرة، والأفراد اللي هي عندها مناعة شوية أو صدع مع المرض هتزيد مناعتها وهتقوى وهتواجه المرض وهتعدي منه بسلامة. الافراد اللي فيها اعراض عصبيه هيشتد عليها المرض وتنفق. دي طبعا لو حصلت في الحمام بتبقى خسائرها كبيره شويه. فلا، انت لو مشيت بالمطهرات وباليود، بالذات اليود والاحماض العضويه، لا هتقدر ان انت تنهي على الفيروس وتتحكم فيه بشكل كامل باقل خسائر ممكنه. هتطلع كمان ان انت القطيع بتاعك عنده مناعه عاليه من الفيروس، يعتبر تحسين طبيعي باذن الله. تمام. بس اهم حاجه ان انت تكتشف المرض في اوله، زي ما انا قلت لك تكتشفه ازاي قبل الاسهالات. كمان انخفاض الاكل تدريجي ممكن يوصل لنسبه انخفاض نسبه 50% امتناع عن الاكل، لبدايه ظهور اعراض تنفسيه، بدايه ظهور الاسهال الاخضر المميز للمرض، بدايه ويبدا يظهر في الافراد الضعيفه، او ممكن يبدا ينتشر في القطيع قبل. بعد كده بتبدا تخش المرحله المتاخره بقى، اللي هي المرحله ان هو خلاص حصل التهاب في الامعاء وتخلل من الامعاء الى الدم، نفذ من جدار الامعاء الى الدم وبدا يوصل للجهاز العصبي، يبدا يظهر الاعراض العصبيه. تمام. طيب انت لو عايز تحسن براميزو، انضف احسن تحسين هو تحسين هيئه المسل واللقاح. طبعا ما فيش اشتراطات للتحصين، بتحصن في يوم معتدل اللي هو جاد حر ولا برد، ما يكونش فيه اي امراض في القطيع، ما يكونش فيه اي اجهاد في القطيع. تبدأ ان انت تحصل بمعدل 0.5 سم للفرد تحت جلد الرقبة. قلنا التحصين تحت جلد الرقبة مش في العضل، افضل ليه؟ لانه بيمتص ببطء فبيعمل مناعة على مدى طويل ممكن تصل ل6 شهور. انا عامل برنامج للتحصين، هعمله لكم فيديو منفصل باذن الله عشان ما اطولش عليكم. لو انت عايز تعمل برنامج متكامل، احنا قلنا تحسين البرامج زي بيقعد معاك يعني لمده 6 شهور، ممكن تتحسن 6 شهور تانيين. لا، في تحسين انا عامله عن طريق ميه الشرب. تمام. ممكن بتستعمل فيه التشينر ولا سوتا، وبعد كده نهايه بالبراميكزو، وده انا جربته عندي شخصيا. انسى ان يجي لك بقى اي امراض فيروسيه او امراض بكتيريه، بتبقى الحمام عندك مناعته عاليه جدا. تمام. لو انت عندك حمام غالي وعايز تحافظ عليه، تابعنا في الفيديو بتاع التحسين باذن الله، هعمله لك بعد ده مباشره ان شاء الله. اتمنى ان الفيديو ده ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه ونال اعجابكم، والقاكم دوما على خير. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بشكر حسن متابعتكم، وبتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نلقاكم دوما على خير. دمتم في حفظ الله ورعايته، مع خالص تحياتي مهندس خالد خليل.